يا مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ طيب يلا سيب اللي في ايدك وتعالى لي كده عشان افرجك على حاجه لطيفه قوي تعرفك ان الاسواق عندنا فيها لخبطه شويه وبعافيه حبتين. يعني كان عندي عربيه كده بنعمل لها ريستوريشن للبينت كوريكشن وحاطين عليها فيلم حمايه وبتاع، كانت حاله الدهان مش لطيفه قوي رغم انها يعني عربيه ماسكلر جدا وعربيه لطيفه ومنافس قوي، بس تعالى اوريك عربيه في افريج من 1,000,000 لـ1,600,000. العربية دي موجودة والعربية دي أبخص من توسانو الاسبورتاج، تخيل. بس هوريك وحش دلوقتي، 8 سلندر 5000 سي سي 380 هورس باور 385 نيوتن، وده كمان مش أعلى موتور فيها. لا سيبك من المرسيدس، احنا رايحين لها اهو. تعالى بقى ايه اعمل شير لللايف ده علشان تشوف بقى السوق المصري وعجائب السوق المصري. طبعا مش أي حد يقدر يركب العربيات دي، مش أي حد يقدر يركب الساعة الليترية دي، لكن تعالى اوريك الفخامه. وجاجوار لما تعمل الاكس جي ال عربيه لونج ويل بيز النسخه اللي معانا دي تمام، وموتور سوبر تشارجر و5000 سي سي و380 هورس باور و385 نيوتن متر وفخامه وخشب ابانوس وعاج جوه وجلد طبيعي وعربيه يعني، وتخيل كل ده يباع هنا في مصر بدايه كمان من 900,000 جنيه لحد 1,600,000 حسب الموديل وحسب السنة. بص الوحش ده، العربية دي هتقعد معايا شوية جرابة، احنا خلصناها. العربية دي اساسا كانت جاية لنا كانت مركونة وحالة نادرة جدا جدا جدا، حاجة عظيمة يعني، لكن كانت حالة الدهان طبعا من الركنة صعبة جدا، فعملنا لها بينت كوريكشن عالجناها وبعدين حطينا عليها الفيلم الاتش كيو اعلى فيلم عندنا. بص شكل العربية رجعت ازاي، بصوا الريستوريشن لحالة العربية، بصوا لمعة العربية. ده الفيلم بتاعنا، اعلى نسخه من الفيلم عندنا، اتحطت عليها واتعالجت الاول الدهانات وكل حاجه، العربيه رجعت جديده ما شاء الله. فانا فرحان بالنتيجه وفرحان بالتيم عندي هنا واللي عملوه، وفي نفس الوقت فرحان بالعربيه جدا. بص بقى العربيه دي، بص النوادر دي. العربيه دي بقى منافس ايه؟ منافس مرسيدس اس، منافس اودي اي 8، منافس ليكزس لو من الياباني بنتكلم يعني ليكزس ال اس، منافس كمان قلنا البي ام دبليو 7 سيريز تمام، دي من جاكوار، منافس كل دول. العربيه دي ارخص من كاس بورتاج، تخيلوا ارخص حاليا من كاس بورتاج. العربيه اللي معانا دي موديل 2011 ماشيه حاجه و 40,000 كيلو فقط. تعالوا اوريكم الشنطه، شنطه كهرباء طبعا، ما كانتش شنطه العربيه دي كبيره قوي لكن تعتبر كويسه بالنسبه للمنافسين، يعني حوالي 500 لتر اعتقد. هوريكم بقيه العربيه، بص بقى العربيات واللونج ويل بيز لما تيجي تقعد بقى، العربيات دي بتتقدم للبيزنس كلاس كده. بص العربيه والمساحات بتاعه الارجل والكراسي راجعه على الاخر تمام. بص انا في ايدي فين، بص مساحات الارجل، بص الكراسي راجعه على الاخر، وبص مساحات الرجل. طبعا العربية دي تتقدم لرجل اعمال، شايف الخشب، شايف العاج الطبيعي والجلد الطبيعي في الابواب طبعا، ومستوى الفخامة الجاكوار النيم، الستاير الجانبية، شكل العربية وشكل الاسد الوحش ده. هتقعد معانا لسه هنجربها وهنصورها، واحدة من العربيات اللطيفة جدا والنوادر. بص الحلاوة، مستوى من الفخامة لطيف جدا، منافس في فئة عالية وفئة بريميوم، فئة لكجري محترمة زي ما قلت لكم، منافس المرسيدس الاس والبي ام دبليو 7 سيريس والاودي الاي 8 والليكزس ال اس، عربية يعني اسد. في منها موتور سوبر تشارجر اعلى من ده كمان، اعلى من 5000 سي سي 8 سلندر اللي احنا قاعدين فيه ده، بيخرج حوالي 460 هورس باور و 620 نيوتن متر. الطف حاجه في العربيه دي كمان تميزها عن منافسيها ان وزنها حوالي 1700 كيلو، فالعربيه دي النسخه اللي معانا بتجيب من 0 لـ100 في حوالي 5 ثواني و2 من 10، والنسخه الاعلى منها اللي هي النسخه الاخيره بتبتدي مواتير العربيه دي من 3000 سي سي 6 سلندر، اللي معانا ده 8 سلندر، النسخه الاخيره من العربيه دي بتجيب من 0 لـ100 في 4 ثواني ونص. بص الجمال، كل ده ارخص من كاس بورتاج يا جماعه، وماشيه 49,000 كيلو، تخيلوا. السوق المصري برضو والله في نوادر
بس الناس مش فاهمه ايه ده. انا طبعا فرحان بالنتيجه اللي احنا عملناها في العربيه، ما شاء الله رجعت زيرو وافضل من حاله دي. بصوا اللمعه في العربيه طبعا جايلنا حاله الدهان مش لطيفه تماما من الركنه يعني، لكن الحمد لله قدرنا نرجعها، والفيلم بتاعنا عامل عليها شغل عالي يعني. العربيه اتحولت لمرايه. تعالوا اوريكم بقى الانتيريور من جوه، واوريكم الفتيس الشهير بتاع جاكوار كمان، النسخ القديمه اللي كان بيطلع لوحده. ايزي اكسس طبعا، والدركسيون كهرباء. اول ما دخلت شفتوا الفتيس طلع لوحده اهو، البقره الشهيره. نسخه الفتيس اللي هنا 6 سعات، وفي نسخه 8 8 سعات كمان. السبورت مود والسنو مود والفرامل الكهرباء. بص الخامات كلها كروم حقيقي، مش الكروم اللعبه والتهريج، كروم حقيقي يعني. مش اي حد طبعا يقدر يركب المواتير دي، ومش اي حد يقدر انه يمتلك عربيه زي دي، لكن للي حابب بقى، اللي حابب ياخد الاداء والفخامه بسعر قليل. تمام، طبعا عربيه مش للناس كلها، لكن حابب اوريك قد ايه في عربيات فخمه وعربيات محترمه موجوده، لكن عربيات نادره بس مش ثقافتنا هنا للاسف يعني، رغم ان دي واحده من اشهر العربيات المنافسه في الفئه البريميوم يعني. والانجليز كانوا نجحوا ان هم يبيعوا عدد كبير من العربيه دي، بقوا حوالي 2 مليون عربيه. هنجرب العربيه دي، وان شاء الله باذن الله يوم الجمعه يعني خلاص صاحبها صديق محترم هرجعها له بس يفرح بيها شويه، وبعدين اخدها منه يوم الجمعه وهتقعد معايا 4 ايام، نستمتع بقى بالثمانيه سلندر والموتور اللطيف ده على الحجم الحلو ده، ونجرب ونتبسط براحتنا. شكرا، وكان معاكم محمود خايب.